لكم مبروك صبحية لحتى عجيوها معنا لدي وانا فهم في ويكاند على الكيف متوى حتى العشرة متاع صباح برشا اخبار تلقاها معنا. هذه الاخبار اللي باش نحكيوا عليه يمكن ما قريتوش برشا ما لقيتوش في مواقع التواصل الاجتماعي لكن تلقى معنا شنية حكيت الصغيرات هذوما اللي مغشين من ليسي بيلوت فرحات حشيد قاموا بحركة مشيش عمل مشي يعني حجم شعره علاش فاش قام خلنا نسمعوا ولي من واحد منهم في فقرة ضيف الويكاند معنا في صباحنا ويكاند على الكيف ضيف الويكاند هما تحديدا خمسة تلامذة من المعهد النموذجي فرحات حشيد هما اللي يعني حجموا شعرهم في حركة احتجاجية على ما اعتبروه تهميش وضع غير مقبول. شنو اللي ماهوش مقبول؟ أبجبنا سي محمد واحد من الأولياء بتاع تلامذة هما اللي قاموا بالاحتجاج باش نفهموا الموضوع أكثر فيما يخص هالحكاية هذه وشنو اللي مقلقهم في ليسي بيلوت. كنت تقول ليسي بيلوت نورمالمون تقول أحسن ما ثم وأحسن ما ثم حتى فيما يخص المؤسسة في حد ذاتها نتخيل حتى من بنية تحتية وما إلى ذلك. نفهم كل شيء من عند الولي سي محمد. صباح النور مرحبا تحياتي سي محمد نهارك زين. صباح الخير أختي العزيزة وصباح الخير السادة المستمعين الكل وهنيك مروة ومطر عندنا في الشارقة. الحمد لله يا رب. الحمد لله. الحمد لله. والله أختي العزيزة شو باش نقول لك صغيراتنا هما مشروع الوالدي. البروجي نتاع الحياه عند البو والام هما صغاروا معناتها في المشروع اللي ياكل فيه في الخبز مشروعه في الحياه وهو صغاره وقت تشوف صغيرك يقرا شيخ يمشي يضحك يجي يضحك يا بابا وباهي عملنا جو والله تقول طمي الحمد لله ولدي يقولوا ايبانوي معناتها متمتع بقرايته يعرف اللي القرايه لازم سي ان باساج اوبليغاتوار للقرايه باش نتعداو في المجتمع اما كي يروح لك ولدك شعره محجم زيرو وتقول له يا ولدي اول حاجه تصدمت انا معناتها كيفاش تحكي هذه عليه وعليه شكله ولدي وفاش قال لي يا بابا احنا انا واصحابي قررنا باش نحجموا على خاطر ما احناش لاقيين حظنا في وسط المؤسسه نتاعنا والوضع هذا ما يلزموش يتواصل معناتها بالحق يقول لك يا بارا سيدي سامحني ساعه هما قداش عمرهم بالضبط يقراوا في انا مستواي هما سنه ثانيه ثانوي معناتها 16 سنه العمر 16 سنه بدايه هكا ما نكذبش عليك بدايه المراهقه وبدايه تكوين الشخصيه وبدايه المواجهه مع المحيط وما نكذبش عليك احنا معناتها نحاولوا باش ننجحوا معاهم ونحاولوا ديما نسمعوهم ونحاول نحكيو معاهم ما غير غضب في الاخر الحكايه ما تعديش بالغش ده. اما اللي قلق هو انه ولدك ماهوش فرحان شنو فما حدث صار فما حاجه معينه خليت هكا يعملوا هكا هو واصحابه هذوما في القسم هما عديوا امتحان امتحان هما متميزين ما نكذبش عليك صغيرات متميزين في القرايه عديوا امتحان قاوا روحهم سامحني في الكلمه فرحين القاول واحد مسافرين في الحيط معناتها لا 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 دروس تدرك في الليسيه هذه حاجه ما نحيها من مخك في المعاهد الثانويه النموذجيه ما فيش دروس تدرك معناتها البروف يقرر كورو ويخلي التلميذ في الطبيعه انا تحكي لي استاذه ما تهزيش لبعيد ما عنديش برشا وقت فضلك يا سي محمد على خاطر نحب نفهم الموضوع مليح دونك هما عداوا امتحان في فروض المراقبه هكا اي بولا المراقبه مي فهمتي انت ماكش تعطينا الماتير معناها شنو هي بالضبط هكا فيزيك بي هكا قلت لنا شنو صعيب برشا عليهم ولا هما ماهوش قراو ما قراوش عليه ولا تعديوا على شابيتر مرور الكرام ولا شنو المشكل ما قراوش عليه وما فماش تطبيق للكور اختي العزيزه وما ثم حتى شيء باش نكذب عليك ما ثم حتى شيء النيفو اللي يقول لك النيفو 13-12-20 في معهد نموذجي هذا الشيء ما يفرحش يا اخي هما قروا باش يعملوا حركه بعد ما فهموا اللي هما صعيب على خاطر ديما فما اشكاليات في الاخر به مشيوا عملوا بولا زيرو ودخلوا للبروف بولا زيرو كلهم هكاك الشعر محجم وهذه حركه احتجاجيه هكا هو اسمعني هو الكلاس كامل راهو مش كان الخمسه هذوما مش كان الخمسه تمني الاولاد هكا هاو مش البنات زاده اللي حجمهم هما الخمسه
الولاد اما الولاد الخمسه هما اللي حجموا روسهم. اما اما اللي تاع ديسبري والكارثه النفسانيه اللي صارت القسم كامل معناتها ماهوش خاص بهم هما ولا اما اقول لك احنا ضايعين في الفيزياء ضايعين ثلاث كامل معنا حتى حد لعنا شكون يطبق لعنا شكون يقري البدايه لعنا شكون يفهمنا نخدم انسان متعلم حياته كامله يخدم سياره بيضاء كيف معناها انا نفهم من كلامك انت كولي متضامن مع صغيرك ومع الاولاد هذوما في القسم الكل هذوما الدوزيام اني في انا بصير في نشط المجتمع المدني ونحب بلادي ونحب بلادي في احسن في احسن ما احسن من هي توا دكتور دكتور عزيزه المنظومه التربويه كارثيه وانا كي جاني ولدي هكا وصل لي الشيء وانا احتجيت وضمنت معهم قلت لهم معكم حق شويه وساعدين طول الامور كلها تتقد شويه بشويه اما عندي انا لمبه الحمراء باش نقول لك هذه ما عندنا نموذج يعني مش على خاطر ولدي ولا على خاطر هذه حتى كاين عملوها صغار ولاد اخرين راني نضمن معاهم معناتها مش على خاطر ولدي ولا به نضمن اللي طار التربوي كيفاش تفاعل معاهم مع الاتلام اللي قاموا بالحركه هذه هو اللي طار التربوي مازال ما فما شكون متضامن معاهم ضمنيا فما شكون يقول لك ومهما انسان تعرضه في الشارع ولا تحكي مع المنظومه التربويه يقول لك عندهم حق وصحيح وصحيح والدروس التدارك خاطر شو ايه مدام ما نكذبش عليك كيف هو ابليكي لازم نطبقوا اللي نقراوا فيه تشيل التقني في الكهرباء تقول له امبا وخيط وبطاريه يقول لك باهي يجي يركبهم ويمشي يركبهم دروس تدارك ما فماش فما كان دروس خصوصيه في المنازل اللي احنا ما احناش نتاعها وما احناش منها وما احناش باش ندخلوا فيها اصلا منظومه اختي العزيزه منظومه الرسالة نتاعك اللي تحب توصلها وتقولها معناها كتلامذة غاضبين على هالوضع هذايا اللي طالبوا به الشيء شنو تحب تقول؟ أنا نحب نقول أول حاجة هذوما صغيرات في الديار هما صغارنا احنا وفي الليسي راهم صغار وزارة التربية ولا سادة ماهوش كلام صعيب وماهوش كلام معقول ما عليهم كان يحتضنوا صغارهم في الليسي ما عاد يلزم يحتضنوا صغارهم امشي واحكيوا مع صغاركم حدوا منحيوا ماده الرياضه مره في الاسبوع وجبوا اخصائي نفسي نحكيوا مع صغار شوفوهم اسمعوا مره في ثلاثة شهور اعملوا ساعتين شكون عنده يحب يفطر مع استاذ سددته انا ولي ما قبل حتى استاذ اي فهمتك ليه انا خاطر قاعده نحاول نحلل في الوضعيه مقبله وانا نسمع فيك حبيت نفهم هل هو معناها كاستاذ كي باش يقى تلامذته بولا زيرو هكا عاملين حجم شعرهم الكل باش يقول هذه حركه احتجاجيه اخذوا موقف ضد العمليه ضد الوضع يلزم نلقى حل تنتصرف هل هذه لهالدرجه هي حركه احتجاجيه بالصفه هذه لدرجه انه كنتما كاولياء سندتوها هل باش تبدل حاجه العمليه هذه ولا فيم تعب زكا ولا حاجه يمشي صغير كل مره مع استاذ يحب يوصل معلومه يحب يوصل حاجه تعوج في الدفوار ان على يمي كان تعوج في الدفوار ما نعملوش هكا ما نعرفش كاين تبدلت ياسر ولا كبرت ياسر ما نعرفش ولا الوضع تبدل ياسر ولا احنا وين انا وين ساعه عليه لا ديما غيره مين كيف قل لي لفت نظر الوضعيه كارثيه اختي العزيزه الوضعيه كارثيه فهمت. قلت انا اخويا خرجني انا من الحكايه انت كمدير معهد ولا كقيم عام ولا كوزاره التربيه ولا كمتفقدين ولا كاطباء نفسيين احكي لموا صغار في كل قسم مره في ثلاث شهور احكيوا مع الصغيرات اسمعوهم شو يقولوا لكم انا نتذكر استاذي الله يرحمه محمد انور عشيش كان ما ابني يقرينا وقفنا قدامه اللي هو طب نفس وطب علم اجتماع من ارقى ما يكون يقول لنا يا الاولاد شنو مشكلتكم نقول له وقتها مش ما نحبوش نعديو في جمعه الامتحانات حبوا نعديه في نصف الشهر يوصل لنا صوتنا والإدارة تقرر أنه الامتحان تتعدى على نصف دراسة على مسيح محمد الوراشيش الله يرحمه ويجعله في الجنة يعني يسمعنا بالحق حاجه ما كانش تصير لنا اما كان مرعشيش الله يرحمه كان يسمعنا ليه وحتى توا الامور تبدلت بالحق معناها خاطر تفدليك الامور ياسر 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 تغيرت بصفه كبيره برشا معناها زيد عليها موقع التواصل الاجتماعي شنو اللي بدل بين علاقه التلميذ واستاذه والمربي نلقاو حتى وضعيات صعيبه زيد انك تراها حاجات تبهتك تقول كيفاش وصلنا هكايا نعيبوا عليها برشا راهو المؤسسه العموميه نعيبوا عليها ياسر في برشا حاجات ننقدوها في برشا حاجات
اما ساعات زاده فما خدمه تخدموا فما ناس واقفه، واكثر من مره نحكيوا في الموضوع هذايا ونكرموا حتى المربين اللي محبوبين ويحبوهم الناس. اما زاده انت قلت واقريت انه ولدك يتعدى بفتره مراهقه، هذا معناه من رايي لا متفاهمين فيه، متفاهمين فيه وضعت مراهقه وكان جيش مراهقه بالطريقه هذه. اما هو طريقه احتجاج وانا نفهم. انت اسال الوزير، قل له سيد الوزير فما مشكل في التربيه، قل له فما مشكل في التربيه، اسال الاستاذ، قل له يا استاذ فما مشكل في التربيه، قل لك وي فما مشكل في التربيه، اسال النقابه يا سيدي النقيب فما مشكل في التربيه، قل لك وي فما مشكل في التربيه. فهمتك. انا عندي حلول لبعض المشاكل، انا ولي عندي حلول لبعض المشاكل. فهمت. والفيسبوك وصل صوت الصغيره اللي ما كانش يوصل. انا قلت لك انا مواقع التواصل الاجتماعي بدلوا المعادله كليا. نشكرك برشا سي محمد، انت وصلت صوت معين لصغيرك. القسم انا حسب ما فهمت هذايا حركات القسم، انا نتخوف خاطر نقول اذا كان بشويه بشويه نوليو يلا نمشيو فك نوعيه الحركات الاحتجاجيه اللي ما يصيرش تاثيرها، كل شيء ممكن زيدها فيما بعد. مش نحكي على قسم هذا بالذات او على المؤسسه هذه بالذات، اما ساعات الامور تخرج عن السيطره اذا كان ما يزيدش زاده يكون فما حوار ويكون فما تواصل. بي هاي هاني حجم شعري ومن بعد شنو اللي تبدل؟ شنو اللي صار؟ انت تقول نحاول نتكلم نحاول نوصل صوتي، احنا هنا عاونك في هذا. معش اذا كان الحركه فيها معناها نقولوا سويه نوعا ما، هل وجب نعملوا حاجات اخرين اكثر؟ المهم تقوموا فما اشكاليات معينه في المعهد النموذجي فرحات حشيد، ومش ليسي بيلوت كهو، لكن بصفه عامه الامور ماهيش ماشيه. وكم وصلتوا اصواتكم ونتمنى انه زاد لغه الحوار والتواصل تصير مع صغيرك، المهم يكون هو في صحه نفسيه جيده هو وزملائه. رجعنا معكم في صباحنا، اكثر من فقره استنى فيكم، اكثر من حدث، مواضيع، اخبار تلقاوها معنا منوعه خفيفه زاده وقت من الاوقات. وباش نحكيوا على مهرجان يعمل كيف بعد شويه زغوين، تنحكيكم عليه باكثر معطيات مهرجان النسر. قبلها تلقاو موعد الاخبار حالا فلاش نيوز فلاش سبورت، اسمه هاني ابراهيم، ورجعنا معكم في صباحنا حتى يكشي للعشره نهار الاحد صبحيه الاحد.